الخبر اللي عدنا عن يارا عزيز واللي هي مشهورة بأغنية فريش وعيد ميلادها اليوم يا حبايب صار عمره 21 سنة، فكل عام وانتم بخير أقبال مليون سنة يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب اللي تباركوا لها بالكومنتات أو تعيدوها على عيد ميلادها. وننتقل حاليا لوسام تكت بالبث المباشر اللي فتح الكشف به هواي حقائق. بالنسبة لأول شيء سأله إذا كو علاقة حب بينه وبين ياسو، فورد على هذا الموضوع إنه ماكو علاقة حب بيناتهم، وبنفس الوقت هي ما رجعت للفريق ولكن قاعد تصوريها مجرد إنه إلها تاريخ بالفريق، ولكن قال نوعا ما لمح إنه هي ممكن ترجع للفريق ولكن بالأيام الجاية، وقال للمتابعين لا تتحمسون فيعني نوعا ما الشيء حيصير ببطء. اكو راح لكم اللقطه شوفوها. انا كنت عم بسال انه عنده سماعات، انه اذا عندك سماعات انا وحده بعد بس تمر يعني سامع دور كنت تستلموني. انا اسف كمل. انا عم يسالونها ياسمين تبعت اسئله وصلت بالرابعه باللسته تبعي. بما انه عم يسالونها ياسمين، لا ياسمين لسه ما رجعت على الفريق. الفكره ما فيه بس انه انا احنا كنا متفقين على الاتفاق وضلينا ماشيين فيه. وبعدين عمر الكيلاني هذا الشاب اللي قاعد معنا عمل لي عيد ميلاد كتير حلو، عمله على أساس لإله. وبعدين أنا رحت يعني كضيف ولقيت إنه لا عيد ميلاد لإله ولإلي بنفس الوقت، كان أحلى عيد ميلاد بحياتي عن جد، شكرا كتير. فكان هو عازمني وبنفس الوقت عازم الفريق وعازم أكتر من شخص ورفقاته ورفقاتنا المشتركين، وبنفس الوقت كان عازم ياسمين، فكانت ياسمين هنيك كاتنا وكان جابت لي هدية وخلص تغضينا عن كل شيء. يعني بما أنه نحن كنا متفقين اتفاق معين يعني بأنه ننهي البلبلة والمشكلة اللي صارت. ف بعدها كمان كان بدي يلم مجموعة اليوتيوب، كمان تواصلت معها وما أصرت معي، يعني بالعكس كانت كتير كفو معي لحتى ما سألتني أنه أنت ليش تاخذهم. يعني في ناس بفريق يسألوني أنت ليش بدك تاخذه للدراع، كم يوم حترجعه، طب أنا شو جايني من الموضوع هيك، لا هي ما سألتني. فكانت حركة كفونة. وبعدها مرة هيك طلع على طلعة كذا مدري شو، وصورت أنا هدول الفيديوهين ك يعني ك خلاص نهاية لكل شيء. لكم بهذا البوست 100%. شغلة تانية إنه مش بالضرورة إنه أنا صورت مع شخص إنه خلاص أنتوا رجعتوا أنتوا لا، أنا هلا بقلكم بهذا البوست إنه لا ما في أي شيء بيني وبينه أبدا. ومو بالضرورة إذا إحنا صورنا مع بعض إنه أنتوا خلاص رجعتوا فريق حترجعوا تصوروا مع بعض، كمان مش بالضرورة أبدا. الفكرة ما فيها إنه ياسمين حتى لو تصورنا معها وما كانت بالبيس ما كانت بالفريق عفوا، هي يعني شلون بيكون إلى تاريخ بهذا الفريق ولا فيديوهات كثير معنا بهذا الفيديو بهاي القناة، فما حيكون يعني ما رح يعمل أي فرق بس هذا الفرق عنها بينها وبين أي شخص تاني. بس لهيك هي أسهل موضوع أن تكون تحضر بالقناة بدون ما تكون بفريق أو بدون ما يكون في يعني صفة رسمية للموضوع. بس فما عم أقلكم أنا أنه لا، وما عم أقلكم أنا أنه ما حيصير، بس أنا ما عم أقلكم أنه إيه وما عم أقلكم أنه صار. القصص على مهل، أنتوا كتير مستعجلين، أنتوا كتير بتحبوا تعرفوا فعلا أنه أنا حابب أعرف مثلكم وحابب بنفس الوقت أنه أترك الأمور هيك كتير حلوة، ما نتسرع بشي ويستمر الوضع الراهن. وانا اهم شيء انه انا بالنسبه لي انه لما اكون عم بعمل محتوى اكون مبسوط فيه، هي بكل صراحه بحكي لكم عندي اهم من اي شيء ثاني. بالنسبه لثاني شيء يا حبايب، في سؤال اذا بيسان تكت هي طلعت من الفريق او لا، فهو رد على هذا الموضوع انه بيسان حاليا ما طلعت من الفريق، ولكن نوعا ما هو الحماس مالته ما حاب انه يصير يصور ويا الفريق مالته، حاب بس انه يصور نفس المقاطع اللي قاعد يصورها حاليا ويا ياسو. فانت تتوقع يا حبايب ممكن تكون هذه نهايه طرفة في نابولي وصلنا نوعا ما بس ياسو وبيسان بالقناه؟ عم يسألوا هالسؤال ونحن هو مجاوب أكثر من مرة، بس إحنا بنرجع يعني نجاوب بس مشان يطلع هيك. سألني سألني أنا ما شفت. إنه بيسان طلعت من الفريق حسب حكيك. لا 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 لا, لا 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 طلعت ولا شيء. بنو بس الفكرة إنه أكون معكم بكل صراحة بالفترة الأخيرة طبعاً جام سافر. أنا ما بقى حسيت إنه التصوير مع الفريق شيء ممتع بالنسبة لي أو حتى لإلكم يعني كمحتوى، يعني ما بقى لقيت حالي بالمحتوى إنه مثلاً تحدي كذا كذا تحدي. يمكن أنا كبرت، يمكن حلوة أنت كبرت حلوة حلوة أيوة بلش شعر يمكن عقلت لحظة. أنت عمر قديش مولدك؟ عمر 2000؟ ها تسعينات مثلي مثلك تسعينات. قديش في فرق ما بين 90 ما بين 99؟ في فرق قديش؟ المهم تسعينات. انت شو بدك بالارقام؟ يعني بيناتنا ارقام بقول شهر 12 99 الرابع مو 12 يس. ف كان من قبل ما يسافر طبعا جو، من قبل ما يصير اي شيء جنوب كنوع من من الفيديو انه انا اجي اصور ما يكون الفريق كله موجود، لا انا بقى ما حسيت فيه هالمحتوى اللطيف ولا انا بقى استمتعت فيه اثناء طهر التصوير، فما بقى اجتمعت. وبعدين سافر طبعا جو، صار اللي صار بيني وبين بيسان. بعدها انا هلا متجه لنوع تصوير جديد من النوع، وبنفس الوقت مريانا كمان بحسها انه مضغوطه، في عندها تصوير كافيين، هي ملتزمه يعني بتصوير
لا كافيين كتير ضغط يعني كمان بنفس الوقت انا بقدر هذا الشيء وبالعكس بشجع عليه يعني. فالنوع اللي انا متجه له او ملاقي نفسي فيه هلا حاليا هو مثل الفيديوهين اللي نشرتهم اخر شيء على القناه وبتوقع اني استمر هيك لانه ملاقي حالي فيهم. على فكره في كتير سكتشات مكتوبه كوميديه ما مصوره, في كتير في افكار شغلات مثل ايام زمان مقالب كذا بس كله ما عم يجيني نفس صوره. بكل صراحه بحكي لكم هذا النوع حسيت انه ما بعرف ما عاد لقيت حالي فيه, وبنفس الوقت انه هو متعب جدا 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 متعب. وبلاقي انه الكثير من اليوتيوبرز عاملين جو مثل بنات الصالون انه بيحكوا على بعض واليوتيوب هو الكوافير بيحكوا على بعض هذا بيطلع والله فبيطلع بفلان بده يقيم الكل فبيطلع بيضحكني معهم بيقيم برجع الثاني بيرد عليه برجع الثالث بيطلع لا هذا بايخ لا هذا ظابط بيحكوا على بعض. انا بصراحه مش ملاقي حالي حتى بهذا الجو كمان وبنفس الوقت مش ملاقي حالي انه انا اتعب كثير. واخر شيء بالنتيجه واحده بكل صراحه بحكي لكم انا وقت نصور سكتش احيانا بياخذ معي اسبوع تصوير. روح حاليا ورسال الصوره اللي نزلتها وي امها فهي الصوره يا حبايبي كانت كاتبه عليها كلام من قلبها انه سبب امها هي سبب نجاحها. نوعا ما جت شويه كومنتات عشان يسالون ليش امها هي على الكرسي. فيا حبايب حاليا يمكن امها مريضه لكن الله يشفيها يا رب وان شاء الله يعطيها الله طول العمر وان شاء الله تحسن باسرع وقت. خذ صراحه وكيك قدامكم اكتب لنا بالكومنتات شارك بهذا الخبر. ننتقل حاليا لاسامه مروه دايلر واعلنهم عن تنزيلهم اغنيتهم الجديده. طبعا من واضح يا حبايب هذه الاغنيه راح تكون كلش ناريه لا راح تكون خرافيه ما حددوا الوقت وقت راح تنزل بالضبط ولكن واضح انه يا قريبه فاكتب لنا بالكومنتات ايش قيمه متحمسين لها. بس والله يا حبايب كنا وصلنا للمقطع اتمنى تفجروا هذا المقطع لايكات وبس كانكم في زي ما قلت لكم القصص. مع السلامه.